كانت رائعة من ليو للظهير الأيسر جوردي، رقصة الفرح هي اللقب يا غريزمان. لم يكن في تسلل على ديمبري، هنا 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 التمريرات، هنا اللمسات، ليو لمصلحة جوردي، عكس الاتجاه باتجاه ميسي، الضربة لغريزمان والبرسا 1-0. البرسا يبدأ النهائي بشكل رائع، يسجل عن طريق أنتوني غريزمان الهدف الأول في لا كارتوخا من أجل أن يتقدم في النتيجة، ومن أجل البحث عن هذه الكأس، ومن أجل أن تهدى لجماهير برشلونة فرحة غابت لعام كامل. لم يعتادوا على هذا الغياب يا مارسيلينيو، يا مارسيلينيو، هدف أول لمصلحة رونالد كومان. البرسا هدف، أتلتيك لا شيء بعد عمل جيد. عودة سريعة يا بيلباو، التعادل سريع لأتلتيك. الله الله، يا لها من كرة، يا لها من لمسة رائعة، ويا لها من نهاية جميلة لأتلتيك. سريعا عادوا، سريعا ردة فعلهم كانت بعد عمل كبير في الكرة الأخيرة من مونيين إلى ويليامز، وين ويليامز؟ تمريرة لم يكن فيها تسلل، من أين ظهر لنا هذا؟ دي ماركوس من أين ظهر؟ دي ماركوس من خلف المدافعين، وضعها في شباك تيرشتيغن ليتعادل بالباو بعد ثواني تقريبا من هدف غريزمان. النهائي انتظر تقريبا عدت منا نص ساعة، 40 دقيقة لم نشاهد فيها كرة قدم حقيقية ومقنعة يا مارسيلينيو، لكن بعد ذلك البرسا يتقدم، بالباو يرد سريعا في هذا النهائي. ليس هذا إلا من أجل أن ننتظر وإياكم شوطا. مونيين، أي ارتقاء يا راؤول، أي ضربة يا غارسيا في شباك البرسا، فعلى الفريق الباسكي بالضربة الثانية في هذه الليلة. الله 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 يا راؤول، عرضية كانت في منتهى الروعة، شوفها مرة أخرى، هل كان متسللا راؤول غارسيا؟ هل كان متسللا راؤول غارسيا؟ لحظة تنفيذ الكرة من جانب مونيين، انتظره ضربة في الزاوية البعيدة، صعبة على تيرشتيغن. الهدف لبيلباو، الفرحة لبيلباو، التقدم للباسك، التقدم لفريق أتلتيك في شوط المباراة الثاني المتخصص. هذا راؤول غارسيا، راؤول يا راؤول، يا راؤول غارسيا، هذا غير عادي، هذا غارسيا لا تعلم من أين يظهر لك هذا غارسيا. لكن مهلا، بدأ أنه في شك على غارسيا في اللقطة الماضية، ما إذا كان متسللا أم لا؟ سنتأكد عند هرنانديز الحكم المسؤول على لقطات الفيديو، وللتأكد عبر الفار ما إذا كان راؤول غارسيا في مكان التسلل أم لا. هل يلغى هدف أتلتيك وتعود الحياة لبرشلونة، أم يثبت الهدف ويعطي بالباو الأفضلية في هذه المباراة النهائية؟ شوف لحظة تمرير الكرة، شك بوجود تسلل على راؤول غارسيا صاحب الهدف. الحكم يتأكد مع مساعديه، الحكم في الأخير سيحتسب تسلل، نعم يلغي الهدف بسبب وجود حالة تسلل على غارسيا، حالة تسلل على راؤول في اللقطة الماضية. هدف فعل أنتوني بعد تمريرة رائعة لجوردي ألبا، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق أنتوني. يخرج غريزمان في ليلة كبيرة في نهائي الكأس، وين هذا كله يا أنتوني؟ وين هذا كله يا غريزمان اللي لم يكن مقنعا في هذا الموسم، يظهر بشكل رائع في مباراة نهائية مهمة جدا لبرشلونة. جوردي يصنع هدف ثاني، جوردي يمرر تمريرة أخرى من ذهب لغريزمان اللي يسجل هدف الثاني لبرشلونة. شوفه في المساحة، الولتو مع ديمبلي، هل كان في تسلل على غريزمان؟ اللقطة بعد ذلك والهدف الثاني لبرشلونة لأنتوني غريزمان بعد تمريرة لجوردي ألبا المدافع اليساري في قائمة برشلونة. البرسا في مرات قليلة تمكن من الوصول لمناطق أتلتيك، سجل هدف ثاني عن طريق غريزمان بعد تمريرة من جانب جوردي ألبا، كانت مطالبة بوجود تسلل على غريزمان من عناصر فريق أتلتيك بلباو. أنتوني الذي لم يكن واضحا في الأيام الماضية، أنتوني اللي كان في الظل تقريبا في أغلب فترات هذا الموسم، يظهر في ليلة كبيرة ليسجل ثنائية. أنتوني اللي كان بطل اللعب بهذه الكأس، في آخر دقيقة يبحث عن كرة ثابتة، عن حل،
عن ضربة رأسية، حالة من الترقب والانتظار عند الجميع لمصلحة أتلتيك. 89 دقيقة مضت، هذه فرصة من جانب مونيين، عرضية خطيرة. الباسك يا جماعة، الباسك يعودون من بعيد يا دوريز، هدف التعادل لبلباو. شوفها مرة أخرى، عرضية مونيين، من كان يقابلها بعد ذلك؟ التعادل في وقت قاتل جدا، في وقت صعب وقاتل جدا على برشلونة. أتلتيك يعود من بعيد ليحافظ على أمله في الفوز بهذه الكاس. لم يخسروا، لم يرموا المنديل بعد، لم يستسلموا بعد، لا زالوا واقفين، لا زالوا أقوياء، لا زالوا صامدين، لا زالوا مصرين على الفوز بهذه الكاس الغالية. فيالربي يتمكن من العودة لمصلحة أتلتيك، يا له من سيناريو قاتل وسط. محاولة خطيرة لمصلحة أتلتيك، لمسة عند ويليامز داخل منطقة الجزاء، ويليامز يلعب. يا إلهي، يا لها من كرة يا ويليامز، يا لها من هدف يا ويليامز. الله في المقص بروعة، روعة روعة روعة. شوف كيف حطها، بوم. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لقد رماها في مكان قاتل، لم يكن لتيرشتيغن أي أمل في أن يصدها. لقد اختارت شباك برشلونة، يا لها من